لغرض الإسراع في وتيرة أشغال تمديد خط مترو الحراش نحو المطار الدولي على طول 9.5 كيلومتر وبمعدل 9 محطات، اقتنت شركة كوسيدير في سابقة من نوعها آلة حفر للأنفاق جد متطورة، هي أحدث التكنولوجيا المعمول بها في البلدان المتقدمة. هذه الماكينة الضخمة كلفت مبلغ حوالي 40 مليون دولار، ما يعادل بالعملة المحلية 4 ملايير دينار جزائري، تم اقتناؤها بصيغة البيع بالإيجار. الكفاءات الجزائرية التي تعمل عليها تتحكم فيها تحكما كليا، وذلك بفضل عامل التكوين. اقتنينا هذا العتاد عن طريق البيع بالإيجار لضمان التكفل التقني الذي يسمح لنا بالتطرق لمشاريع مماثلة. هذا ليس عتاد كما ترون، هذا شبيه بالمصنع، إنها سابقة في الجزائر. الشريك الذي نتعامل معه يضمن لنا الجانب المتعلق بالصيانة. هنا يعمل مهندسون شباب متخرجون من مدارس الهندسة بالجزائر، هم متعطشون للتقنية. نأمل في نهاية المشروع اكتساب التجربة اللازمة لمشاريع أخرى. ليس هناك مدة صلاحية، هناك في نهاية كل نفق تحديد مستوى. ماذا تنوون فعله كمرحلة قادمة؟ نحن جد سعداء لرؤية السلطات العمومية تكلفنا بإنجاز خط مترو جديد يمتد من ساحة الشهداء إلى شوفالي. من الآن وإلى غاية نهاية حفر النفق نكون قد انتهينا من أشغال الخط الذي نحن بصدده. الاستثمار في مثل هذه الماكينة العملاقة مكن الشركة من تقليص مدة إنجاز المشروع، بحيث يتم حفر يوميا ما لا يقل عن 17 مترا من النفق، أمر كان في الماضي القريب مستعصيا. عملية الحفر راح تكون في مرحلتين. المرحلة الأولى راح نحفر النفق من محطة واد سمار حتى محطة مطار دولي على طول 5.7 كيلومتر، والمرحلة الثانية راح تكون من واد سمار حتى مدينة الحراش اللي راح تكون على طول 3.8 كيلومتر. دونك سي ان غان دو كو اي دو ديلي. اون باراليل اون فا ديماري اوسي لي ترافو دو رياليزاسيون دو سيستيم انتيغرال دي زاميناجمون دي ستاسيون، وهذا باش ان شاء الله في غضون 2022 راح. بالنظر إلى أهميتها، وصف القائمون على مشروع التوسعة هذه الآلة بالمصنع. جهازه العصبي غرفة التحكم TBM، حيث تغلغلت كاميرتنا للوقوف على كيفية التحكم فيها. الشيء الملاحظ أن الآلة تشتغل دون توقف، لذلك كان جانب الصيانة مهما جدا يتكفل به للعلم الشريك الإيطالي. منا نتحكموا على بعد في كل شيء، دونك كاع المعلومات اللي نسحقوهم في التيران راهم هنا، وكاع لو كونترول اللي نديروه من الفوق ثاني يلحقوا المعلومات وبهم اللي نقدروا نمشيو. هذا قضيه برمجه، سي كاسيون دو بروغراماسيون، مي سي اوسي اون كاسيون il faut travailler tout le temps jour et nuit. Il y a des équipes qui ramène toutes les informations déjà de la surface pour qu'il n'y ait pas de tassement, pour que les immeubles ne bougent pas, etc. Donc il y a un travail de monitorage qui se fait à l'extérieur pour contrôler. Et puis il y a des informations que nous recevons, ça dépend du terrain que nous excavons. Et à partir de là, l'ensemble des informations sont mises à l'intérieur du système. S'il y en a, باش نمشيو هذا TBM. المهندسين والعمال تاعنا، اون ديز الكتروميكانيسيان، ديز انجينيور اون جيني سيفيل، دي توبوغراف، دي جيولوج، دي جيوتكنيسيان كي بارتيسيب ا سيت رياليزاسيون. حنا اليوم رانا في واد سمار، العام الجاي هذا الوقت نهار الجاي نكونوا في الايروبور تاع الجزائر. ها لا ماشين كونت ال ديمار، كي تبدا تشتغل، الفو با تحبس دو تو.
اش 24 عندنا نهار الجمعه برك وين نديروا الصيانه تاعها. كيفاش يوجد المشروع؟ المشروع استدير عندنا دو دات دو جالون. واحد بور لي نيف ستاسيون، واحد باش نلحقوا الايروبور دونك تكون قبل نهايه السنه 2020 هذا الاول. من بعد نعاودوا نديمونتيو كومبليتمون لا ماشين ونريمونتيوها او نيفو دو واد السمار ونروحوا غير الحراش نكملوا تما اون 2021. عندنا ان سول فرون داتاك افيك دي سرعه الحفر تقريبا يموين دو 18 متر في النهار. ربحنا الثمن يعني التكلفه تكون ناقصه وربحنا لا سيكوريتي اون ترافاي افيك بلوس دو سيكوريتي افيك اون ماشين باراي اون با بيزوان دان سوتانمون بروفيزوار دونك ال بريزونت ال ميم لو سوتانمون اي ديريير دونك اون فيان جوست ديريير فير لو مونتاج ديفينيتيف تاع لي زيليمون بريفابريكي اون بيتون ارمي دونك كونت لا ماشين الباس هي عباره عن مصنع يعني تمشي وتخلي داريير ان تونيل فيني هذه يعني مصنوعه خصيصا بور ان تيران موبل دو فابل كونسيستونس بور لا روش يلفو لادابتي دونك يلفو اوغمونتي لا بويسونس يلفو شونجي لي روت كوب. كوسيدار نظمت ان سيكل دو فورماسيون مع الشركه الايطاليه ويكون عندنا الفرصه باش نكونوا فورمي في هذه التقنيه الجديده والحديثه واللي سوف تكون يعني كمثابه جيل جديد في حفر الانفاق. في التقنيه الكلاسيكيه كنا نمشي بحوالي حتى 6 امتار في اليوم، بفضل هذه الاله يمكن ان نصل حتى 18 متر يوميا. هذا هو المصنع الكبير الذي أنشئ منذ قرابة عامين من طرف شركة كوسيدار خصيصا من أجل إنتاج الخرسانات المبطنة للأنفاق. به عدة ورشات، كل ورشة مكملة للأخرى. يعمل به مهندسون وتقنيون استفادوا من تكوينات داخلية جعلتهم متمكنين من هذه التكنولوجيا الحديثة. Donc l'approvisionnement des voussoirs pour le revêtement définitif du tunnel se fait à partir d'une usine de fabrication à voussoirs, les Jaya fait Boumati. Donc les Kamet son montage a été fait par Kosider. Donc tous les voussoirs sont de fabrication locale. Alors il y a une touche à 81 كاين ثلاث ورشات، عندنا اون اوزين فيراياج، اون اوزين فوسوار، وعندنا لاتوليي دو مونتاج، سي ان اتوليي مانوال. على مستوى لوزين فيراياج عندنا بين 15 حتى 25 طن تاع الحديد جورناليير اللي نجدوها. المادة الخامة تجي من عندنا زوج دوز اوزين، لوزين تاع الحجار ولوزين بلارة. وإن فوا تندار لاكاج دارماتور عندنا توت ان بروسيسوس او نيفو دو لوزين تاع فوسوار كي كونسيرن لو ديمولاج لو نيتواياج لا ميزون بلاس دي كاج اي البيتوناج تاع لي فوسوار. ابري كي نديرهم في ستوكاج عندنا دي انترفونون كي كونسيرن لا ريسيبسيون اي لابروباسيون تاع هاد لي فوسوار باش كي يلحقوا 28 جور داج نقدروا نبعثوهم للتونولي باش يتحطوا. سي اون اوزين جديده جامي خدمنا هاد لي فوسوار. دوكا رانا لاحقين حتى ل 1 كيلومتر 200 في لا برودكسيون تاعنا. حنا اون تو لازم نسيو كيفاش توجو نكونو مافونسيين في ستوك على لو تونولي. الور سي اون برودكسيون كونتينيو كي صارت جامي حتى نكملو لي 45000 فوسوار لي ديستيني بور لي 9 كيلومتر تاع التونال تاعنا.
نحن هنا بأهم ورشة بالمصنع، حركية دائمة وعمل دؤوب دون توقف 24 ساعة على 24. عامل الدقة مهم جدا في إنتاج الخرسانات، والخطأ غير مسموح على الإطلاق. عندنا اونتو عندنا 45 كاج، عندنا انو فيه 9 كاج، دقه بزاف الخدمه هذه. هادو اللي مول جابوهم لنا ديكوريا وتكون على يديهم من قبل، حطوا لي كاج تاعنا ميزون بلاس، عندنا لا ريسيبسيون تاعهم، ابري نغرقوا المول تاعنا وعندنا البيطوناج فيهم. حاجه مليحه، وحنا ماذا بينا حنا نزيدوا نشوفوا نطوروا وبلادنا تطور. هنا رانا في الورشة تاع لي فوسوار، عندنا ورشة واحدة أخرى تاع تشكيل الحديد، عندنا ورشات أخرى تاع لا ميكانيك، سا ديبون كاين تاع الإلكتريك، كاين تاع الكوفراج، كاين تاع لا شودرونيري. كل ورشة حوالي كاين 100 خدام، ونخدموا سيستم تاع 24 ساعة، ما نحبسوش احنا هنايا، بدينا في الإنتاج ورانا دوكا رانا نستوكيو، رانا مافونسيين بيان الحمد لله. هذا كاع يولي المجموعه باسكو ترافاي كوليكتيف الحمد لله، كاين تنسيق بيناتنا كاع من سواء كاع في كاع الورشات، من ورشه لورشه. عندنا سواء الحديد نجيبوه من الوزين شركه جزائريه، ولا السيما كيف شركه جزائريه ونخدموا احنا. عندنا سونتر على بيطون هنايا، عندنا ونخدموا البيطون، وما ورشه تاع الحديد ونخدموا لي مول تاعنا الفراياج تاعنا. مرحلة أخيرة لابد منها، التحاليل المخبرية، حيث يتم تعيين قطع الخرسانات المنتجة محليا للنظر في مدى مطابقتها للمعايير الدولية. لوبيراسيون دو بيتوناج سا نيسيسيت ان كونترول تري ستريكت، il commence par la composition du béton. دونك عندنا الخرسانة تتكون من le sable, gravier, ciment, adjuvant. Donc, on a en premier lieu le contrôle sur les constituants. En deuxième lieu, le contrôle sur central. Troisièmement, le contrôle sur site, on a fait le warsha. Où on dirou les sites ou l'achat كامل سولون لي نور. عندنا دي بروسيدور دو كونترول، عندنا لي بروسيدور دو كونترول كوتيديان دونك بور لا كومبوزيسيون دو بيتون. ابري نديرو لو سويفي هنايا وين يكون عندنا عينات دي زيشونتيون ناخذوهم بور فيريفي لي كونترانت ليفوليسيون دي كونترانت جورنالي. سا فو دير اون في دي زيكراسمون ا جوناج بور دوني الاوكي لهنا باش يديروا لو سولافمون لي ديكوفراج لي سولافمون. On déroule les résistances à 28 jours pour assurer la contrainte demandée de l'ordre de 60 mégapascales. On ne déroule pas 28 jours. On déroule le contrôle jeunage, ça veut dire à 8 heures. On déroule les écrasements pour qu'ils aient le temps pour qu'ils décoffrent. On déroule à 3 jours, 7 jours et 28 jours pour assurer l'évolution des contraintes. Donc la contrainte demandée, c'est de la classe C35-45. Nous avons environ environ de 60 mégapascales à 28 jours. Le contrôle, c'est très strict. Adna le contrôle, autocontrôle interne, à la présence du maître d'ouvrage émettrice d'œuvre. Donc quotidien déroulé ici, sous l'approbation de la maîtrise, les yamana ou les opérations, les lignes de contrôle, comme les yamana la maîtrise hadar. pour la signature d'APAPROS. استثمار وثمار، معادلة اقتصادية أدت إلى نتيجة حتمية، ربح الوقت وخفض التكاليف. بنفس هذه الوتيرة سيتم التطرق للامتدادات المستقبلية المبرمجة ضمن مشروع مترو الجزائر.